ممكن تقديم ديال السيد جوناثان هاروش وقصيد السيد وكيل العام قرر الإحالة ديالو على التحقيق. السيد قاضي التحقيق استمع له ابتدائيا وقرر الإيداع ديالو بناء على التهم اللي وجهتها للنيابة العامة، وغادي يكون ان شاء الله دار الاستنطاق الاولي، غادي دار الاستنطاق التفصيلي في اقرب وقت ان شاء الله. تم الايداع، تم الايداع ديالو في السجن بناء على قرار قاضي التحقيق. نعم، مرحبا اليه. خصوصا استاذ قال لك جاو شي شكايات اخرين غير هذه اللي محطوطه، واش الا جاو لشي بلاصه اخرى ما عرفناش. كامل ديالك استاذ، اسم كامل ديالك استاذ محمد اغنج. شكرا استاذ، الله يحفظك.